السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدثكم أبو موسى العمري، يرحب بكم. طيب، عندي هنا العربية طبعا أنا دائما أهتم بربح السهم. ربح السهم ممتاز وعنده زيادة. خلينا ندخل على ربح السهم قبل الشارت، نروح العربية وندخل على الأخبار والأرباح. ندخل على الأرباح، ليش ما يلف يمين؟ يعني لازم الأرباح تكون هنا. طيب ما في مشكلة، نلف الكاميرا. هذه الأرباح عندنا هنا زيادة عن الربع السابق. أرى هنا عندنا 64 مليون، الربح المماثل من العام السابق 29 مليون، الزيادة هي 119%، وهذه زيادة جميلة. طبعا الربع السابق كان 70، وعندنا نقص بسيط عن الربع السابق، لكن عن العام السابق هو 119%. عندنا هنا ربح السهم ريال و30 هللة، وهذا ربح ممتاز جدا مقابل 59 هللة العربية في 3 أشهر. نروح بعدها نفك الشارت. السهم طبعا انضغط بطريقة يعني ما يستاهل الضغط هذه بصراحة، انضغط بشكل كبير، والسبب هو خبر السماح للمتملكين بالبيع. طبعا في ناس يخاف من هذه الاخبار، زي ما صار في مهارة وتم البيع، لكن مو شرط. عندك اسمان حبيب، بالعكس تضاعف سعر السهم، اهم شيء الادارة الناجحة. عندك جرير مسموح فوق، السهم فوق، سافكو سابق المغذيات مسموح والسهم فوق، فما هو شرط يعني، تمام؟ إلا إذا ظهر خبر رسمي على الشاشة إنه بدأ المتملك يبيع زي الإمام الحديد. طيب، هذا عندنا العربية. اليوم عندنا الستة أوسي من الشمعة هذه في تاريخ 18/5 كان أحمر، اليوم أول يوم يخضر. حلو، عندنا هنا على الار اس اي دايفر ايجابي للار اس اي، نقطة اعلى من نقطة. عندنا هنا اختراق الار اس اي، طبعا السوق ضعيفة بصراحة والصورة ضعيفة بصراحة، يعني حتى السهم لما يبغى يعطي هياخذ وقت اطول من السابق. طيب عندنا الماكد اليومي مخترق المتوسطات جميعا، عندنا 3 متوسطات هنا اخترقها الماكت العربية. طيب عندي هنا الايدكس لأول مرة من تاريخ 15/5 لأول مرة الأحمر ينزل، هذه علامة إيجابية، والأخضر بدأ يعكس. حلو، ايضا هذه العلامة على البي في اي ما هي بطالة، شوف ثبات ثم ارتفاع، ما هي بطالة. طيب ايضا هنا عندي برضو خلينا نشوف الـ4 ساعات. ايضا عندنا هنا ماكد 4 ساعات ايجابي له فترة، عندنا يوم يومين ثلاثة أربعة، هذا رابع يوم في الـ4 ساعات، هذا واحد هذا اثنين هذا ثلاثة هذا أربعة. عندي هنا أيضا انخفاض في الإيرون داون مستمر، لسه يعني المفروض يكون أقل من 60. طيب السهم كان بمستويات 127/28، الآن بمستويات 103/104، عنده الدعم القوي جدا. خلينا نشوف دعمه اللي ما كسره، 142 هنا، 182 هنا، 162 182 أربع شموع، عندنا هنا 161، هذه منطقة الأمان الأخيرة اللي هي 161، والتوفيق بيد الله. في أسهم رابحة
في أسهم رابحة جدا، إذا نزلت يكون الصبر فيها أفضل من المضاربة. هي تجي أسهم كذا تنزل تحت وتكون أسهم قوية، ويكون زي علم نزل من 280 إلى 208 من 280 إلى 238 ورجع لها، رجع من جديد 40 ريال. اللي ضارب ما استفاد، دائما ربح السهم شوف نما ماسك نفسه، نما ما يبغى ينزل ماسك نفسه، السهم القوي قوي، الربحان ربحان. وما نقول انه في ايام تيجي الخشاش، موجوده هذه الايام، تيجي ايام الخشاش، مضاربات الخشاش هذه واقعيه وحقيقه، لكن الكسبان شغال في ايام القياده وايام الخشاش شغال. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.